أستاذ الدكتور هشام خباش، أستاذ علم النفس وكاتب محلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. تنصيب الأستاذ الدكتور بوزويتا اليوم ربما يأتي في إطار تحولات الكبار التي تعرفها الجامعة تحت إشراف وتوجيه السيد الدكتور المرابط، وبالتالي ننتظر من هذه التحولات التي تعرفها الكلية والعمادة الجديدة مقاربة جديدة تنبني على التشارك بين جميع الأطراف، على التواصل، على العلاقات الأفقية. وجميع الأساتذة والأطقم الإدارية جد متفائلين من هذا التحول والتنصيب الجديد للعميد، وخاصة أن الأستاذ العميد هو كان زميلا وينتمي لهذه الكلية ولديه باع في البحث العلمي وفي الكتابات في ميدان التاريخ، كما سبق له أن تقلد مسؤوليات عدة، فكان عضو مجلس الجامعة، عضو مجلس كلية، رئيس شعبة ومسؤول عن ماستر، وبالتالي هذه الخبرة التراكمية التي جمعها ستؤهله لا محالة إلى أن يتحمل مسؤوليته على أكمل وجه. زد على ذلك هناك أمور خاصة تميز بها السي بوزويتا وقدرته على التواصل الأفقي والأبواب المفتوحة، بحيث لحد الآن نحس أنه زميل فيما بيننا وليس لديه أي رؤيات تباعدية عن زملائه الأساتذة، وبالتالي سياسة القرب التي ينهجها لا محالة ستؤهل الكلية لتتقدم وتتطور ولتساهم في تطوير الجامعة بشكل من الأشكال.